فعلى كل الحكومات أن تراعي أن المسلمين لهم الحق مثلهم مثل غيرهم. تلك الفتاة يا أستاذ أحمد لم ترد مطلقا أن ترد الإساءة بالإساءة والاعتداء بالاعتداء، بل نشرت هذا الفيديو للعالم أجمع كي يعلموا تلك الواقعة، وذكرت بأنها رفضت أن تبادلها السباب أو الاعتداءات بسبب كبر سن تلك السيدة. انظر كيف تفكر تلك الفتاة المسلمة، ما تعليقك على هذا الأمر؟ هذه هي سماحة الإسلام، ونحن نشكر لهذه الفتاة المسلمة مثل هذا الفعل، لأن يعني تلقن هذه المرأة وغيرها درس في سماحة الإسلام، أن كان باستطاعتها أن ترد الكيل بالكيلين وأن تدافع عن نفسها وأن ترد عليها السباب والشتائم، لكن أخلاق الإسلام، وهذا ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يعني أخبرنا الله به في القرآن الكريم وأنزل آياته: ادفع بالحسن السيئة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فيعني كل ما الإنسان كان متسامح يعذر الآخرين بسبب الجهل، بسبب الصور المنتشرة الخاطئة في أذهان هؤلاء عبر الإعلام تجاه المسلمين، يصورون المسلمين والمسلمات ليل نهار أنهم إرهابيين، فبعض الناس خاصة هؤلاء العجائز يصدقون مثل هذه الأقاويل وهذا السم الذي يبث في الإعلام ليل نهار لتشويه صورة الإسلام والمسلمين. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى أخلاقنا تجبرنا أننا لا نرد السيئة بالسيئة، إن شاء الله تكون هذه الدعوة، ولعل مثل هذه الأفعال وانتشارها على السوشيال ميديا سبحان الله يلفت أنظار غير المسلمين من أبناء تلك الدولة، فيطلعوا على الإسلام ويطلعوا على تعليم الإسلام، وإن شاء الله يكون فيه المستقبل ويعني